معهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بمكناس أعطيت اليوم الانطلاقة الرسمية للموسم التكويني الجديد بمؤسسات التكوين المهني بربوع المملكة. الانطلاقة تتميز بافتتاح مؤسسات جديدة بما فيها ثلاث مدن للمهن والكفاءات وثلاث معاهد متخصصة في مهن الصحة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى إحداث شعب جديدة. التفاصيل مع عبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوتي وجهاد لبري. بمختلف المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فتحت الأبواب أمام المتدربين في انطلاقة رسمية للدخول التكويني برسمي 2024-2025، حدث هام يبرز إلى الواجهات قطاعا هاما وواعدا بطاقته الاستيعابية الكبيرة وببرامجه التكوينية الهادفة والمتعددة. زيارة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لمكناس ولمعهد مهن الصحة والعمل الاجتماعي تأتي أولا معلنة عن انطلاق الموسم التكويني الجديد وافتتاح ثلاث مؤسسات جديدة للتكوين في مهن الصحة بمكناس، بني ملال ووجدة. خلال هذه المدة غادي نكتسبوا بزاف ديال المهارات اللي ما غيخليوناش زعما نلقاو المشكل في من نقولوش نمارسوا ديك الميسي ديالنا. بالنسبه للشعبه ديالي انا هي تحاليل طبيه، اختاريت انا المجال ديال ولا الدومين ديال الصحه ديال التحاليل الطبيه، حيت هو واحد الميتشي اللي مطلوب بزاف في سوق الشغل. حنايا هذا النهار كنتواجدوا بقاعه ديال العمليات وبيان بلوك دو اوبيراتوار. حنايا عندنا بزاف ديال المعدات والاليات دي زيكيبمون اللي كنحتاجوهم غيال باش كنديفلوبيو بزاف ديال لي كومبيتونس. التكوين المهني حلنا بزاف ديال الفرص ديال الشغل تحت الوصايه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي وصانا اننا نوجد التكوين المهني اللي فتح لنا بزاف ديال التخصصات وبزاف ديال الافاق اللي غادي تساعدنا اننا ننمو البلاد ديالنا. قطاع التكوين المهني يبلغ تعداد المسجلين فيه 680 ألف متدرب ومتدربة. انطلاقة عملية التكوين فيه تتعزز بثلاث مدن للمهن والكفاءات وبافتتاح مؤسسات جديدة. كان تركيز هذه السنة على المهن الصحية لأنه الاحتياجات ديال المغرب كثيرة في هذا المجال، وصلنا تقريبا 52 ألف متدرب ومتدربة، وبحال هذا المعهد اللي احنا فيه اليوم ديال مكتب التكوين المهني يعني 200 مقعد اللي كاينة عليها تقريبا 8000 في الطلب باش تعرفوا من جميع أرجاء المملكة. هذا الجهاز التكويني كيقدم هذه السنة 415 ألف مقعد بيداغوجي تغطي 18 قطاع مختلف، وكتوفر 276 شعبة متوجة بديبلوم، بالإضافة إلى أكثر من 400 تكوين تأهيلي واللي المدة ديالو كتبدأ من 10 ساعات إلى سنة تكوينية كاملة.